الميكرو شويه قربوا هاك طوحت شويه صافي صافي كليك تسمع. خوتي السلام عليكم. مجموعه البراه ما يعني الناس اللي هما مضرورين خصهم يكونوا معنا في يعني فينا حاضرين باش نكونوا الناس يكونوا مجتمعين يكونوا في الوقت باش ما نكونوش متفرقين. هذه من جهه. اما بالنسبه للناس اللي هما مسؤولين راه خصهم يشوفوا من حالتنا يشوفوا من حاله الناس اللي هما شارين. كاين اللي خاسر 60 مليون 70 مليون 80 مليون وكاين الناس اللي هما سلاليين وتيجيو يريبوا ليهم بلا علم بلا حتى شي قرار بلا ما عاطيك لا قرار ولا شي حاجه اللي هي كتعرف عليها شي حاجه يعني شي وثيقه ولا شي حاجه ما تسلمنا حتى شي حاجه. كيجي كيجي يرشم كيقول لك ريب. وإلا حنا عندنا الشجر مثلا حنا عندنا الشجر وعندنا سكنه وعندنا يعني محلات مصلوحين يعني احسن ما يرام وما ملي كنا كنصلحوا باش كانوا كيقول لك كيقول لك غدا ولا ما كاين حتى شي حاجه ليا. وعندنا الشجر الشجر مقيوم ما هي وما لونها باش قمنا داك الشجر ولمده سنين وحتى شي واحد ما فكر لا هذاك السجار ولا داكشي اللي خسرناه ولا داك هذوك الماده اللي خسرناه وداك. يعني الانسان خصو يفكروا لنا ما كيعطيونا حتى شي حل. كيجي كيرشم كيقول لك ريب وحنا بغينا الحلول. الحلول راه جايه راه معروفه. يا اما البديل يجيو يخلصونا في هادشي اللي خسرنا يا اما يديروا معنا محاسبه يا اما التعويض. راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي يهرب منها الانسان. احنا عارفين لا ارض سلاليه وارض سميت ولكن ملي شرينا وملي كنا كنديروا في الوثائق فين كانوا؟ جاو حصاونا فعلا جاو حصاونا احنا محصيين لكن ما كاينش بديل. هاد الناس هادو كيجيو يعلمك باربعه ديال الدقائق خمسه ديال الدقائق كتجي الجرافه كتهبط كلشي صافي. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. الساكنه ديال البراهمه كيعانيو وبزاف ماشي حتى شي شويه. لا السلالي يا اللي شاري. اش بغينا عليه حنا الحل. حنا ماشي ضد السلطات حنا مع السلطات. اي حاجه طبقات الله ينصر سيدنا مرحبا حنا قابلينها ولكني البديل ما هو البديل؟ تيدقوا على الانسان السلام عليكم في السلام تيدخلوا عنده سيدي شنو عندك هنا شنو عندك هنا خصك تريب باش من حق باش من قانون. كاين اللي عنده ربعه الدراري كاين اللي عنده خمسه ديال الدراري هادشي لا يعقل. يعني هادشي هذا انسان يمشي يتشرد تيقولوا بهذا المفهوم هذا سير تشرد المواطن واش راه غير قانوني. هادشي راه غير قانوني اللهم ان هذا منكر. يعطيونا البديل ومرحبا يعطيونا بقاع يعطيونا تعويض يعني كل واحد يعوضوه على حسب داكشي اللي عنده. الشجر كثير الشجر كثير الناس دايرين البيار انا السكن ديالهم كاين اللي باع الدار ديالهم مسكين وصل المدينه وجا باش يشري في الباديه باش يشم الهواء نقي كلشي تيهرب من التلوث ومن بعد يجي لهنايا يقولوا ليه هز سير الله يعاونك انت حاط غير قانوني. وهادشي اللي كان من الاول كان تيحط وكان تيجلس في الاوراق هادشي فين كان؟ بغينا نعرفوا هادشي هذا فين كان؟ اي بلاد الا جينا درنا دخلنا لواحد التيران بحال هكا غادي نقولوا عاون السلطه هذه البلاصه حتى واحد ما يدخل ليها. يعني راه حتى شي واحد ما غيدخل ليها. كنهضروا في المنطق ماشي كتعطيه واحد التيران كيضيف الصل ويبيع وكل واحد شي. في الاول يقولوا بان هذه البلاصه هذه راه محروسه خاصه المطار مرحبا. يعني الناس ما غاديينش يضيعوا فلوسهم ويضيعوا رزقهم والناس هاربين من المدينه على حساب التلوث يجيو مساكن الباديه من بعد كلشي كيتضرب لهم في الزيرو هزوا ولادكم سيروا تكريو حكا غنهدموا لكم. هادشي راه غير قانوني هادشي راه غير قانوني وسيدنا راه ما يبغيش هادشي هذا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. شت من السلام عليكم اسيدي. كاين الشجر وكاين الشجر وكاين الغله والفلاحه. حنا بغينا التعويض التعويض للشجر ولاي حاجه المهم الخساره اللي كاينه الضرر اللي كاين يعوضونا ومرحبا والله ينصر سيدنا. شحال نشوف ساكن هنا شحال ديال المده تبغي؟ وانا زايد هنا النيت من ارض سلالي ارض سلالي وشكرا. شو واحد
السلام عليكم، انا من الساكنه ديال البراعمه اللي خرجتين بهذه العنصريه اللي كيتعرضوا عليها الان بهذا الظلم هذا بهذا الحيف، بحيث ان تعلمنا غادي نخويو الضيعات ديالنا وما غادي نستافدوا حتى من شي حاجه. الذريعه ديال السلطات انكم نتوما بانين بدون ترخيص. السؤال هنا كيف يعقل اشخاص عندهم 30 سنه و 40 سنه ساكنين هنا وكتجي انت من بعد يخسروا فلوسهم كذا وتجي تقول لهم باني بدون ترخيص؟ اين كانت السلطات انذاك في ذاك الوقت؟ اين كانت السلطات؟ البناء بدون ترخيص يهدم فورا ولا يسرق. اذا كان هناك من يتحمل المسؤوليه ديال هذا السكن العشوائي فهي السلطات التي استرزقت واستغنت عن ظهر الفقراء. انا شريت هنا وتحصيت وساكن بوليداتي هنا ومحصي بالسكنه بالشجر بالبير على اساس اننا غادي نستافدوا على الاقل الضرر غادي نستافدوا على داكشي اللي خسرنا. فاذا بهم تيجي يقول غادي تخوي غادي تحيد السكنه ديالك وغادي يهبطوا لك الحيط ويخليو لك الشجر منه الله تعالى ويقطعوا لك الضوء وهاك الشجر غادي يموت. يعني اين البديل؟ انا فين غنمشي؟ انا ابناء ديالي فين غادي يمشي؟ انا الخسائر اللي خسرنا احنا فينا هي؟ بدون ترخيص كنت توقفوا هذا الشيء في اليوم الاول. انظر قدرتي تدور كاميرا لو غاشوف فيلم في الشارع. يعني كيف يعقل فيلم في الشارع وهي شاد عليك؟ هاي فيرما هي اللي شاد عليك وداك المدرسه هذيك ديالي انا المدرسه دابا هذيك راه شاد عليك من الطوموبيل حتى لتحت خاسر فيها فوق من 80 مليون فوق من 80 مليون مخسوره تما. شوف المنطق يرفض واليوم كيجي يقول لك ارشم ليه جوج الاشخاص عندهم فيرمات على الشاطئ ونحن جميعا نعرف ان المغرب لا يمكن ان تبقى مسمارا في الحائط حتى يصبح المقدم في البلد معروفه. حنا هنا كنقول للنائبه العام اللي قالت بنينا بدون ترخيص، نحن بنينا بترخيص من سلطاتكم، بنينا قدام القائد وبنينا قدام اعوان السلطه. الا كان شي واحد يتحمل المسؤوليه فليتحمل المسؤوليه هؤلاء وليس نحن. نحن لماذا يتحمل المسؤوليه حلقه الاضعف؟ الشعب ألسنا مغاربه؟ ألسنا مواطنون؟ ما الدور ديال هاد الجنسيه اللي كنهزها انا هاد لاكارت ناسيونال المغربي؟ شنو الدور ديالها؟ الا ما كانش عندي الحق في العيش السليم وفي السكن وفي الطيب وفي كذا، اين حقي؟ اين هي المواطنه؟ المواطنه ليست بالفم وانما بالافعال وليست بالأقوال. ودابا المدرسه كاينه. الشرم عليك. شنو بغيت؟ نعطيو شي واحد اخر باش نختموا. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا سيدي شارين، انا شاري في 2013 شريت وزرعت لابوكا حفرت جوج بيار ودرت الطاقه الشمسيه تا جاو فاجئونا بانهم داخلين باغيين يريبوا. فين التعود ديال جوج بيار؟ فين الطاقه الشمسيه؟ فين الشجار؟ الشجار عنده دابا راه عنده 9 سنين ولا 10 سنين تبدا يطعم عاد يجيونا يمشي يهدموا لي الفيرما ديالي. هادشي لا يعقل، على الاقل خصنا التعويضات. والسلام عليكم. عيش الملك. وعاش الملك. عاش الملك. واحد النقطة أخي. بالنسبه للمطالب ديال الاخوان، يعني الساكنه ديال برامه فهي ليست تعجيزيه. المطالب ديالهم انهم ما تيقولوش غادي يشدوا الارض ويبقاو فيها ويمنعوا السلطات منها. الدوله فوق كل شيء والقانون فوق كل شيء. المطالب ديالنا سهله وبسيطه. الانسان غتحيدوا لي فينيسكون تروحوا لوليداتو غتعطيوه فينيسكون وتعوضوه على الخسائر ديالو كيف داكشي اللي تحصينا. حسيتونا بالشجر بالبير، حسيتو الناس بالكوري كذا، غادي تعوضوهم على الخسائر ديالهم فقط. شكرا.